بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة الكرام الأفاضل المشرفي، السلام والصحة المهنية. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقكم جميعا في كل نواحي الحياة، سواء كان في ما يتعلق بالدراسة أو الحياة الخاصة، ولكن معلوم أنه كثير من محطات المستقبل بتبنى على المرحلة التعليمية. إن الإنسان عندما يتعلم شيء تجده في الغالب يمشي عليه في باقي حياته، وده بيدفعنا شباب نحن نركز على مرحلة التعليم بحيث نحصل فيها أكبر قدر من المعلومة، وده قلنا في النهاية يصب إيجابا في مستقبل الإنسان ويدي الإنسان خيارات كثيرة يستطيع من خلاله يتخذ القرار المناسب. لذلك أنا أنصح كثير من إخواننا الآن معانا في المحاضرة في المادة يعني التركيز. نعم بعضكم بيكون مشغول وله ظروف، ودي مسألة مقدرة لا شك، لأن الإنسان بيمر بظروف ودي طبيعة البشر، لكن حاول دائما اجتهد منه بقدر الإمكان تحصل أكبر قدر من المعلومة، وبقدر الإمكان تستفيد أثناء المحاضرة. وإن قدر الله سبحانه وتعالى وما وفقت بأنك تحضر المحاضرة، ممكن تحضر لاحقا بعد ما تنتهي ويتم رفع الرابط بتاعه، لكن لا تضيع الوقت كثير جدا لأنك هتستفيد صراحة من الأشياء. طيب نرجع لموضوع المحاضرة بتاعتنا اللي هو المنوال. نحن في المحاضرة الماضية يا شباب تناولنا مقاييس النزعة المركزية، وقلنا هي عملية نزوع البيانات أو المشاهدات اللي بنجمعها من المركز أي من الشيء المرجو يعني. فقلنا النزوع يمينا أو يسارا هو ابتعاد عن المركز، ومثلا ضربنا مثال قلنا لما تمشي تعمل فحص لأي شيء لا سيما الآن مثلا في الكوفيد 19، إذا الفحص طلع موجب الإنسان يكون مصاب بالكوفيد 19، وإذا الفحص طلع سالب الإنسان يكون غير مصاب. يبقى في نقطة محايدة اللي هي نقطة الصفر، الموجب منها يعتبر يعني اللي هو باعتباره البوزيتيف يعتبر إصابة، والسالب منها النيجاتيف اللي هو يعتبر عدم إصابة. وبالتالي الآن دي نحن جمعنا أخذنا عينة من إنسان، دي تعتبر الآن عبارة عن بيانات يعني، ثم عملنا لها تحليل وشفنا مدى اقتراب أو ابتعاد عن المركز. إذا اقتربت يمينا سجلت إصابة، وإذا اقتربت يسارا عدم إصابة. فده مفهوم النزعة المركزية. وقلنا من أشهر مقاييس النزعة المركزية هي ثلاثة: الوسط الحسابي، الوسيط، المنوال. وذكرنا قلنا في مقاييس أخرى، ومن أشهر كذلك من أشهر ثلاثة الأشياء دي استعمالا هو الوسط الحسابي نفسه. وذكرنا أنه قلنا الوسط الحسابي هو ناتج عملية جمع البيانات وقسمتها على عددها، ويستفاد كثيرا في عملية المقارنة ما بين المجموعات وكذا. وقلنا عنده إشكال أنه إذا كانت القيم متطرفة لا يمكن استعماله، وذكرنا أخذنا مثال زي ما هو الآن قلنا أحسب الوسط الحسابي للبيانات دي، قلنا نجمعها ونقسمها على عددها من غير ما نراعي ترتيب تصاعدي أو ترتيب تنازلي أو إلى آخره. وده مثال عرضناه، وكانت كيس تمثل مثلا قلنا أدينا عدد متوسط عدد الإصابات خلال العام الجاري أو العام الماضي، أنت حسبت من شهر 12 من شهر 1 إلى شهر 12 قسمتها على عدد الشهور، أدك متوسط الإصابات في الشهر اللي هي 9 إصابات في كل شهر. طيب نحن قلنا بعض الإصابات ممكن تكون أكثر من 9 أو بعض أقل من 9، قلنا نعم بس نحن عاوزين حاجة وسط. طيب بعدها دخلنا في الوسيط وقلنا هو عبارة عن القيمة التي تتوسط مجموعة البيانات ولكن بعد ترتيبها تصاعديا أو تنازليا. وذكرنا أنه قلنا هي تقسم البيانات إلى بيانات أعلى منها وبيانات أدنى منها، وتستعمل في كثير من الاستعمالات مثلا لحسابات المتوسط الدخل السنوي للموظفين وغيره من الأشياء. وقلنا
من الأشياء اللي بتدفعنا في الغالب لاستعمال الوسيط هي وجود قيم متطرفة في توزيع البيانات، ودي كانت عيب من عيوب الوسط الحسابي. وذكرت مثال القيم المتطرفة، مثلا قلت عندك بيانات مثلا بدت من عندك على سبيل المثال بيانات 1, 3, 5, 7, 1,000, 10,000, 30,000، هنا في تطرف كبير جدا في البيانات. فلو كنت تعمل لها وسط حسابي القيمة بتطلع قيمة مضللة، فكانت عيب من عيوب استعمال وسط الحسابي. قلنا في حالة وجود القيمة المتطرفة لا نستعمل وسط الحسابي. ووجدنا مقياس آخر يمكن الاستفادة منه أثناء إذا كانت في قيم متطرفة، قلنا هو عبارة عن الوسيط. كذلك في حال إنه في قيم غير محددة أو مفقودة من البيانات اللي ما تكون ما في تنسيق، مثلا زي ما قلنا 1, 5, 30 وكذا، يعني في قيم مفقودة. القيم المفقودة دي إذا استعملنا قلنا كذلك الوسط الحسابي لا يعطينا الشيء المطلوب، ولكن يتم استعمال الوسيط. البيانات كذلك إذا كانت مرتبة بترتيب تصاعدي أو تنازلي من الأفضل استعمال الوسيط. ذكرنا عندنا حالتين للوسيط أو حالتين للبيانات اللي هنستعمل لها الوسيط، يا إما يكون عدد البيانات فردي أو عدد البيانات زوجي. وقلنا إذا كان عدد البيانات فردي نرتب البيانات في كلا الأحوال سواء كان فردي أو زوجي ترتيب تصاعدي أو تنازلي. فإذا كان عدد البيانات فردي يكون عندنا وسيط واحد، هذه القيمة التي تتوسط المفردات، ما بعدها أكبر منها وما قبلها أدنى منها. أما إذا كان عدد البيانات زوجي فحتكون عندنا قيمتين، بعد ما نرتب البيانات تصاعدين أو تنازلين حنلقى عندنا قيمتين، نجمع القيمتين لبعض ونقسمهم على 2 يديك القيمة التي تتوسطهم نفسه. وهنا أشبه من أن طبقنا قانون الوسط الحسابي لحساب الوسيط نفسه. طيب اليوم ده مثال كان أخذناه، مثلا قلنا لك أحسب لنا الوسيط لعدد الإصابات خلال السنة الماضية من شهر 1 إلى شهر 12. فرتبنا البيانات تصاعديا أو تنازليا كما تشاء. قلنا كيف نعرف العدد فردي أو زوجي؟ نحسب عندنا مثلا البيانات دي كان عدد عبارة عن 12 زوجي، لما نقسم 12 على 2 معناتها 6 زوجي، فحنلقى إنه الوسيط أو القيمتين اللي بيتوصل المعلومات هي القيمة السادسة والسابعة، يعني 6 و7، تمام، ما قبلها 5 وما بعدها 5 قيم. طالما عندي العدد الزوجي قلنا نجمع 9 زائد 10 19، نقسم على 2 تبقى لنا قيمة 9.5، اللي بقى نقول الوسيط لهذه البيانات اللي القيمة التي تتوسط البيانات بعدها رتبناها تصاعديا أو تنازليا هي 9.5. اليوم إن شاء الله حنختم المسألة لها علاقة بالنزعة المركزية وهي المنوال. والمنوال يا شباب من اسمه هو المفردة الأكثر شيوعا، المفردة الأكثر شيوعا في مجموعة البيانات هي المنوال. وكذلك يستفاد من المنوال في فحص البيانات الفئوية، مثلا نماذج سيارات، درجات طلاب في الامتحانات وغيرها. مثلا أقول في المادة الفلانية أكثر درجة تم الحصول عليها من قبل الطلاب مثلا كانت الدرجة 49 من 50، ده يعني إنه الطلاب أحرزوا درجات متفاوتة، ولكن الدرجة 49 كانت هي الأكثر تكرارا. كذلك مثلا عندك شركة عندها نماذج سيارات وعاوزة تعمل تقرير عن السيارات الأكثر مبيعا، كذلك ممكن تقول لك السيارة رقم كده هي السيارة الأكثر مبيعا لأنه في عدد كبير، أو عندك أكثر من موديل للسيارة ولكن في سيارة معينة تم شرائها أكثر، دي تعتبر المنوال. من مزايا المنوال لا يتأثر بالقيم المتطرفة ولا يتأثر بالقيم المفقودة ولا شيء، لأن نحن ما عندنا شيء غير أنه ننظر للبيانات ونشوف أيهما متكرر. جميل. طبعا إذا كان متكرر ممكن تكون في أكثر من بيانات متكررة، قد يوجد أكثر من منوال في بعض المسائل. طيب يمكن كذلك أن قلنا مجموعة البيانات تحتوي على أكثر من منوال، مثلا عندك قيم 1, 4, 3, 5، الخمسة كانت مكررة 3 مرات، والأربعة مكررة 3 مرات، والاثنين مكررة 3 مرات، كلهم يعتبروا منوال، تمام. وكذلك قال يمكن أن تكون جميع القيم متكررة بنفس التكرار، عند قيم من 1 إلى 5 وكل من القيم دي مكررة 3 مرات، يبقى كلها منوال. يبقى الأمر يا شباب هنا سهل جدا جدا جدا، لا نحتاج إلى ترتيب تصاعدي،
لا نحتاج إلى ترتيب تنازلي، لا نحتاج نعرف عدد المفردات كم، إنما الأمر بكل بساطة. مثلا عندك الآن المثال دي عبارة عن مجموعة بيانات 85 91 86 77 85 إلى آخره. عندما ننظر للبيانات دي نشوف أيهما الأكثر تكرارا هي المنوال. وعطفا على الكلام ده يا شباب، ممكن يكون زي ما ذكرنا ممكن يكون في أكثر من منوال، كذلك يمكن أن يكون ما في منوال أصلا، يعني عندك قيم 1 2 3 4 5 كلها غير متكررة، معناه ما في منوال أصلا. فهمتوا يا شباب إنه كلمة منوال تعني هي القيمة الأكثر تكرارا، المنوال يعني إنه هي القيمة الأكثر تكرارا. طيب يبقى لو الآن جينا نطبق القانون يا شباب ببساطة، تعال ننظر لقيمة 85، ده التكرار الأول، ده التكرار الثاني، ده التكرار الثالث، ثلاثة مرات، نشوف هل في قيمة أكثر منها. ننظر لقيمة 91، تكررت مرة واحدة، ثاني ما عندها مرة، بالتالي مرة واحدة لا تعتبر الآن منوال. 86 تكررت مرة واحدة، ما عندنا بها شغلة. لا لم تتكرر أصلا. القيمة 77 تكررت مرتين، أوكي، لكن طالما 85 أكثر منها بالتالي نهمل 77. 65 تكررت، ليست لم تتكرر ولا مرة. 93 مرتين، بالتالي أقل من 85. 68 ولا مرة. يبقى شباب الآن وجدنا عندنا قيمة 85 تكررت ثلاث مرات، والقيمة 77 تكررت مرتين. يبقى المنوال هي القيمة الأكثر تكرارا اللي هي 85. طبعا احنا قلنا قد يكون مثلا لو كانت الان القيمه 77 تكررت ثلاث مرات كذلك، يبقى المنوال يا شباب حتكون قيمتين. هنا الان اصبحت قيمتين تكرر نفس التكرار 85 و77. الان يا شباب ده مثال ننظر له الان. قال لك احسب لنا مثلا بالنسبه للاصابات في العام الماضي على سبيل المثال، قال لك احسب لنا المنوال. نحن الآن نظرنا الإصابات في العام الماضي من شهر واحد أو في العام الحالي من شهر واحد إلى شهر 12. هنجي ننظر إنه عندنا عدد الإصابات في شهر 3 كان 10 إصابات، وعدد الإصابات في شهر 9 كان 10 إصابات، وعدد الإصابات في شهر 10 كان 10 إصابات. يبقى دي الآن القيمة الأكثر تكرارا، وبالتالي حنقول له المنوال عبارة عن 10 وانتهى الأمر يا شباب. في صعوبة في الكلام ده يا شباب؟ في عنده سؤال أو استفسار؟ طيب طالما ما في سؤال أو استفسار نتوقف هنا يا شباب، ونلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى في المحاضرة التالية.